الصعوبة أحيانا ببعض الألعاب بتوصل لدرجة غير طبيعية وغير منطقية، بتحول اللعبة من لعبة هدفك تتسلى فيها لعذاب نفسي، وممكن تدفعك لتعمل أشياء غريبة، ممكن تكسر الكنترولر. حرام عليك! خرب. أو ممكن تمسح اللعبة أو تعمل أشياء غريبة كتير. فاليوم رح نحكي عن بعض الألعاب المستفزة الصعبة جدا. قبل نبلش يا ريت تدعمني بلايك واشتراك، تفعل زر الجرس، يلا على الفيديو. لما نقول لعبة صعبة مباشرة رح نتذكر ألعاب الاستديو العظيم فروم سوفتوير. حرفيا كل ألعابهم صعبة، يعني فيني أعمل قائمة أصعب 5 ألعاب ويكونوا كلهم من ألعاب فروم سوفتوير. فعندك بلود بورن ودارك سول 2 و3 وديمون سولز وسيكيرو. فهول الألعاب كلهم ألعاب صعبة جدا، والموت فيهم أمر جدا طبيعي، يعني أصلا شعار اللعبة تجهز للموت. ولكن صعوبة هول الألعاب صراحة بتكمن بقتال الزعماء ومش أي زعيم. فبأغلب الألعاب التانية الزعيم بيكون بيعمل 5 6 7 حركات بيرجع بيكررهم مرة تانية ورا بعض، فأنت بتحفظ هيدي الحركات وبصير قتله سهل، على عكس ألعاب السولز اللي كل الزعماء يا معلم بيعملوا 50 60 حركة، وكل شوي بيعملوا حركات مختلفة تماما عن شوي وشغلات عجيبة، فأنت هون بيسطل مخك على الآخر، لا بقى بتعرف حالك أصلا شو بدك تعمل. فهون بتكمن الصعوبة بردة الفعل، تعمل دوج بالمكان الصح وتضرب وتدافع بالوقت الصح. فألعاب السول صراحة تحدي بالنسبة لك انك تختمهم. انا شخصيا صراحة بالنسبة لي اصعب جزء كان دارك سول 2، ولكن صراحة احلى لعبة سولز وبحس اهين وحدة فيهم كلهم هي لعبة سيكيرو. من وجهة نظري انا حسيتها اسهل من البقية واحلى، يعني على القليل خلصتها بدون ما كسر ولا كنترولر. يعني اللعبة اللي بعدها هي لعبة Getting Over It. كلاتنا يمكن نعرف هيدي اللعبة، او اكيد اكيد شايفينها عن بعض اليوتيوبرز وشايفين العذاب النفسي. حرفيا هيدي اللعبة مش لعبة اصلا، هيدي لعبة عذاب. فكرة اللعبة بكل بساطة انه انت شخص غريب قاعد بقلب جرة ومعك عصاية، بدك تحاول توازن حالك وتطلع لفوق وتخلص اللعبة. هلا هي فكرة سهلة نوعا ما، ولكن الصعوبة والعذاب بيكمن بانك توازن حالك اصلا انت عم تطلع، والمشكلة لما تطلع وتقول اخيرا فجأة ممكن توقع وترجع لأول المرحلة. انت هون اتعصبت وتنرفزت وراح تمحي اللعبة، بيجي اخر شي مطور اللعبة حاطط صوته بقلب اللعبة، لما توقع من مكان عالي بيقلك هي يا نوب، هي انت ما فيك تلعب هيدي اللعبة، هي اطلع منها، هي انت صعب جدا عليك. يعني انا ناقصني اسا استفزاز اكتر من الاستفزاز اللي انا فيه. انا برأيي هيدي اللعبة صراحة ما تلعبها انت، شوفها عند بعض اليوتيوبرز، مثلا عند ابو فلة مثلا، شوفوا كيف عم يتعذب نفسيا هو عم بيلعب هيدي اللعبة. ارفع حالك تستطيع عضل تراي باي تراي صدر انقطع امك ابتك حالك. اللعبة اللي بعدها هي لعبة كاب هيد. كلاتنا بنعرف لعبة كاب هيد وانشهرت بصعوبتها، واكتر شي انا بحبه صراحة بلعبة كاب هيد هو التوجه الفني للرسومات، كيف انه كأنك عم تحضر كرتون على ايام التسعينات وهيك. ولكن اللعبة من رغم من جمالها، ولكن لعبة مؤذية جدا، لعبة كتير صعبة، صعبة بدرجة غير طبيعية. صعوبتها بتكمن بالعشوائية وبالسرعة، فرتم اللعبة جدا جدا سريع، بدك تعمل دوج وتضرب وتنزل وتنط وتزيح وتعمل باري وتعيش رفيقك وتعمل وتشيل وتحط بحوالي ثواني. فحرفيا الشاشة مليانة اشياء بدك تهرب منها، وبنفس الوقت بدك تقوس وتنط وتعمل وين بدك تلحق، خصوصا اذا عم تلعب مع رفيقك مثلا كوب، بتصير اللعبة قصة اصعب واصعب. ولا العشوائية العجيبة ببعض البوسز، خصوصا اخر بوس اللي هو الديفل، عشوائية غريبة بيعمل مليون حركة، عود انت هروب من الضربات اللي بتجي من تحت الارض ومن يمين ومن الشمال ومن فوق، واعمل باري وضربه ضربة وشيل وحط. حرفيا ايدك بتنشال انت عم تلعب اللعبة، او بيصير في عندك شلل بالمخ، يعني مخك بيقلك انت شو عم تعمل، انت شو عم تلعب، عيونك ببطل فيها تتحمل ايش عم يصير بالشاشة. وفي بعض اليوتيوبرز من شدة صعوبة هيدي اللعبة تهوروا لدرجة غير طبيعية، مثل ملزلز مثلا.
اللعبة اللي بعدها هي لعبة سوبر ميت بوي. سوبر ميت بوي هي لعبة بلاتفورمينج، التحكم فيها جدا بسيط، فقط نط واعمل دوج يا معلم، فقط بس ما في غير شيء يعني. ليش صعبة؟ اللعبة بتكمن صعوبتها بالتحكم والكنترول المعوق الموجود فيها. التحكم بهيدي اللعبة معوق لدرجة غير طبيعية، بتنط يمين بنط شمال، بتنط شمال بنط يمين، بتنط يمين فجأة بكمل أكتر، يعني بدك تعرف تعيرها، تعير النطة بالسنتي. وفي بعض المراحل المصمم تبعها أدمنه خبيث، بحط فيها مربع بمكان معين، هيدا المربع لو بينزاح سنتي واحد بقدر تمرق بكل سهولة، ولكن بسبب هيدا المربع ممكن تموت 100 مرة بس. وحرفيا اللعبة ما فيها خسارة، موت ترجع عيش، موت ترجع عيش، وبس خلص بيقلك كم مرة متت يعني، لأنه عارف أصلا لح تموت مليون مرة بالمرحلة، فأمر طبيعي إنه آخر شيء يقلك الله ليك أنت مت 100 مرة، هونيك مت 50 مرة، فأنت عم تتطور يعني، فلعبة جدا صعبة. في كتير ألعاب تانية صعبة صراحة حبيت أذكرها، ولكن عشان ما يطلع الفيديو طويل أكتر لح نكتفي بآخر لعبة، واللي هي لعبة The Witness، وهي لعبة مجانية حاليا مفروض على البلاي أت هوم لأصحاب بلاي ستيشن. هيدي اللعبة هي لعبة الغاز، ولكن يا ترى ما هذه الألغاز؟ الألغاز الموجودة ما بتعتمد لا على الملاحظة ولا على أي شيء تاني، بتعتمد على ذكائك فقط، وموجود فيها ألغاز يا شباب تعجيزية بشكل غير طبيعي. أنا لعبت اللعبة تقريبا 15 ساعة وما خلصت إلا كم لغز، وأصلا خلصتهم بالغلط، وفي منهم شفتهم باليوتيوب وماني فهمان شو عم بعمل أصلا، يعني هذا اللغز على أي أساس عم ينحل؟ مش عم بفهم صراحة. اللي خلاني أصبر على 15 ساعة هو التوجه الفني والرسومات باللعبة، صراحة كانوا حلوين، فكنت حب اني كمل شوي يعني اعطيها فرصة، ولكن صراحة صار معي وجع راس من هيدي اللعبة، وبالرغم انه انا بحب العاب الالغاز، ولكن هيدي اللعبة ما قدرت اني اتحملها وكملها، تعتبر اصعب لعبة الغاز لعبتها شخصيا. مثل ما قلتلكم في كتير العاب تانية، ولكن ما بدي يطلع الفيديو طويل اكتر من هيك، فاكتب لي انت تحت بالتعليقات لعب لعبتها انت شخصيا وكنت على وشك انك تكسر الكنترولر او يمكن كسرتها من شدة الصعوبة الموجودة فيها. انا صراحة اصعب لعبة لعبتها من هولي كلهم هن العاب السولز. فروم سوفتوير مبدعة ان تعمل لعبة صعبة صراحة، بتحس حالك فعلا انت قدام تحدي، مش قدام لعبة هدف تتسلى، انت قدام تحدي هدفه يعزبك فقط. فهذا كان موضوع اليوم، بتمنى يكون عجبكم، يا ريت تدعمني بلايك واشتراك، تعمل شير لرفيقك، وشكرا على الدعم الهائل على اخر كم فيديو، شكرا من كل قلبي للجميع، شوفكم فيديو الجاي ان شاء الله، يلا سلام. We'll be right back.